يا جماعة احنا ضاع عمرنا واحنا بنعمل الكبدة غلط. فطار اول يوم العيد طاست الكبدة بسر اكبر محلات الكبدة. طريقة عمل الكبدة بسر افخم محلات الكبدة في مصر. نبدأ على بركة الله الفيديو. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عيد سعيد وكل سنة وحضراتكم طيبين. اول حاجة يا جماعة احنا محتاجين 250 جرام من الكبدة. هتقطعوها طبعا زي رغبتكم، سواء صغيرة عصافيري او كبيرة شوية. قطعناها. هنبدأ بقى يا جماعة نجيب الهون بتاعنا. هنجيب 3 فصوص من التوم. وعايز اقول لكم يا جماعة الوصفة دي اول مرة تشوفوها على اليوتيوب، حلوة جدا وبسيطة جدا. بعد كده هنضيف معلقة صغيرة من الملح، وبعد كده الشطة حسب الرغبة، وليكن انا هحط معلقة الا ربع من الشطة. ممكن تحط نص معلقة، ممكن تحط معلقة، على حسب رغبتكم في الشطة. في ناس بتحب الكبدة حارة وفي ناس ما بتحبهاش. وبعد كده هنضيف معلقة صغيرة من الكمون، وبعد كده هنضيف معلقة صغيرة من الكزبرة المطحونة، وبعد كده نحتاج في الفلية صغيرة سواء رومي او حار، ويستحسن تكون حار، وهنضيفها للهون بتاعنا كده عشان نبدأ نتبل كويس جدا. بعد كده نحتاج خل السلطة. هنحتاج بالظبط منه نص فنجان من الخل، او ممكن بالظبط تلت فنجان زي ما حضراتكم شايفين. عايز اقول لكم يا جماعة الكبدة احنا عملناها كتير، ولكن دي بقى بسر اكبر المحلات وجبناها من الشيف كده حصريا ليكو انتوا بس. بعد كده نحتاج ليمونة. طبعا هنشيل البذر منها ونعصرها على التتبيلة الشقية بتاعتنا دي. اتمنى من حضراتكم تقدروا مجهودنا. دوسوا لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعيل الجرس على الكل علشان يوصل لكم كل ما هو جديد. قناة مطبخ شيكو توتا قناة متخصصة بكل ما يتعلق بالطبخ. وكل سنة وحضراتكم طيبين، وسنة سعيدة عليكم وعيد سعيد عليكم جميعا. قدروا مجهودنا يا جماعة، احنا في العيد وبنصور لكم فيديوهات، يعني دوسوا لايك يا جماعة. بعد كده انا جبت بهارات الكبدة من كنور، كيس كده ب5 جنيه، حلو جدا. لو مش عندكم مفيش مشكلة، انا هضيف منه عموما معلقة صغيرة من بهارات الكبدة. وبعد كده هبدأ بقى ادق بالهون كويس جدا جدا عشان المكونات دي كلها تمتزج ببعض. بعد كده بقى هنجيب الطاسة، هنضيف فيها بقى يا جماعة زبدة او سمنة او زيت، اي مادة دهنية بس هنزود شوية. وهنبدأ ننزل بالتتبيلة اول حاجة، بس مش هننزل بالتتبيلة كلها، هننزل بنص التتبيلة، وهنقلب كويس جدا. وبعد كده هننزل بالكبدة وهنشوحها كده وكده يا جماعة شوية جدا، طبعا على نار تكون عالية، مش عايزين نوطي خالص عشان الكبدة تبقى جوسي كده وطرية وكمان مستوية 100%. وأول ما نلاقي كده الكبدة بدأت تاخد لون من الناحيتين وتستوي، هنبدأ ننزل بنص التتبيلة التاني. أيوة، نص التتبيلة التاني. عايز أقول لكم يا جماعة التتبيلة حلوة جدا، وعايز أقول لكم الريحة وصلت آخر الشارع. من أفضل المرات اللي أنا عملت فيها الكبدة في حياتي، بجد حلوة جدا. بعد كده هنكون شايلين في الفلية تانية كده حارة على رومي، هنضيفها في آخر ما الكبدة تستوي، يعني مش هنضيفها في الأول لأن الفلفل بيستوي على طول. فاحنا هنضيف الفلفل ونص التتبيلة التاني بمجرد ما نلاقي خلاص الكبدة على وشك السوى. زي ما حضراتكم شايفين يا جماعة الريحة حلوة جدا، واكيد الشكل بيتكلم عن نفسه. بعد كده قبل ما نضيفها على النار ونحطها على النار، هنضيف معلقة كبيرة من سلطة الطحينة. وعايز اقول لكم انا عملت فيديو لطريقة عمل سلطة الطحينة، بسم الله ما شاء الله وصل ل45 ألف مشاهدة. هسيبه لكم في شاشة النهاية ازاي بكيس طحينة هنعمل نص كيلو من سلطة الطحينة. وهنحطها بقى على النار الطاسة، وزي ما انتوا شايفين البكبكة الحلوة. وكده يا جماعة الكبدة بتاعتنا استوت، وده الشكل النهائي للكبدة بتاعتنا. هنضيف بقى العيش الفينو والعيش البلدي ومعلقة من سلطة الطحينة، وزي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي الكبدة هشة حلوة جدا. كل سنة وحضراتكم طيبين وعيد سعيد عليكم. اتمنى من حضراتكم تصلوا على النبي وتكتبوا لي بتتابعوني منين، وما تنسوش تدوسوا لايك وتفعلوا الجرس على الكل. والسلام عليكم.